يوم Thanksgiving فقررت اعمل شاركوري بورد لباسم. سو رح نعمل البورد تبع الشاركوتري سوا. بس قبل رحت ايكيا وجبت شي فبدي فرجي باسم. سو قلت لازم دور الكاميرا وفرجيكم بنفس الوقت. Cause I'm so excited. اوكي باسم كم سكر عيونك. اوكي ياه Are you excited? ايه سو لقيت عند ايكيا مثل gingerbread houses actually مش معمرين نحن بدنا نعمرهم مع الجلو وكمان ديكور كيت. سو جبتهم قلت انه بنعملهم خير نهار هيك ديت اكتيفيتي. صار الوقت وانا كثير محمسه. هي اول مره بحياتي بعمل شاركيوري بورد. ما بعرف كيف مفروض اعمل بس اي ثينك انه اول شيء رح احط الجبنه اللي جايبتهم ونعمر حوالي الجبنه. اول شيء جبت بري، جبت شيء ما ضايقته بس فيه ترافل. باي ذا واي اليوم كان اول مره بسوق لحالي بصربيا. هيدي شيء اسمه غورغونزولا مثل الرقفار. واخر نوع جبنه هي الخلطه وذا تشيز. رح احط نصهم. نيكست جبت الساوسج اصلا اسباني اسمها ايباريكو للي بيهمه. هيدي اور فيفورت انا وباسم كثير بنحبها. That's so cool. Next رح احط كراكرز. I'm so excited. Okay. جبنا كمان لحوم. هيدي لإلي وهيدي لباسم. كل واحد بحب شيء سو جبت من الاثنين. Okay. شفت الطريقة انه بناخدهم وبنعملها مثل وردة. Done. وهلا تبعي done. هلا صار وقت انه نزين. عندي بلو بيريز، عندي عنب، وعندي كرانبيريز. كمان عندي تين مجفف. هيك لنبلش بالتين المجفف. بامبي عامل انهيار. خلصت رح فرجيكم. صار ريدي شكله كتير مهضوم. هاي اول مره بعمل شاركيوري بورد. I'm kind of proud. I love it. Okay نشوفكم على العشاء. Finally صار وقت Thanksgiving. بس بدي فرجيكم باسم عمل لي خبزه بقلبها جبنه مع بلو بيري صوص وهيك سبايسز واشياء. كثير محمسه. ثانك يو باسم. وهلا رح نحضر الماتش بين برازيل وصربيا. انا عاده مع برازيل بس ما فيني ما اكون مع صربيا هلا. سو انا مع صربيا اليوم لتشوف شو راح يصير. بس قبل ما نبلش بدي كل حدا منا يقول خمس اشياء ليش هو thankful. health, family, you, بنبوش. thankful انه we are okay. انه العالم هلا كثير صعب ونحن we are okay. انا I'm thankful for عائلتي, for باسم, for بامبي وموكا, لصحتي ولانه قادرين نسافر نروح على لبنان ونرجع نشوف اهلنا. اوكي هلا وي جونا ديج ان. ما تنسوا انتم كمان تكونوا thankful لاشياء بحياتكم. اوكي يلا سي يو. جود مورنينج. اليوم كان عندي سبور الصبح بس هذا رح يكون فيديو لحاله لانه عم بعمل خلص ما رح اخبركم بس انه شيء خاصه بسبور وجيتينج فيت. وهلا رايحه اجيب ايست كوفي واطلع على البيت. رجعت على البيت with my iced coffee. هيدي second coffee of the day by the way. بتعرفوا شو رح اعمل هلا؟ رح احضر اخر حلقة The Kardashians. بعرف رح تقولوا انه it's shallow وهيك ما له معنى بس انا بحب احضره. Anyway وصل لي PR package من على Revolve and it's a huge package فيه كتير تياب. So بدكم ياني اعمل هول على تيك توك او على يوتيوب. Let me know. اليوم رح جيب لك your gifts. اليوم باسم رح يجيب لي ماي كريسمس جيفت. انا اوريدي جبت له الكريسمس جيفتس تبعه صاروا عم بيوصلوا الباكجز. جايبت له اربع هدايا، ثلاثة منهم هو طلبهم بس واحد ما بيعرف شو هو. يا ريت فيني اقول لكم بس بعرف انه رح يحضر هذا الفيديو واخوهم اصلا رح يسمعني. ما بسمع. بما انه بيعرف شو الباقي الجيفتس رح اقول لكم شو هن. جايبت له مثل الايربودز تبع الابل بس اسمهم جوجل برو. جوجل بيكسل بادز برو. بادز برو. نايكي شوز هو كان بده اياهم. وكمان جايبت له مثل باج بس فور مان كرمال انه على السفر وهيك ما يضل ماسك غراض يكون عنده يحمل مثل قلة الباج. So that is it. Anyway time to watch the Kardashians and then shower. So guys اليوم نهار السبت. امبارح ما عملت شوبينج. قد ايه proud of me انه بلاك فرايداي وما جبت شيء. ما كنت عايزه شيء. في كثير اشياء كنت عم بحبهم بس ما كنت عايزتهم سو قلت انه لا. اليوم هو الشوبينج لان رايحين كريسمس شوبينج تنجيب كريسمس تري
I'm so excited. مع انه ما حنكون هون على كريسمس بس رح نزين anyway لانه هيك تنبلش نفوت بالاجواء. فمشان هيك رح احط ريد ليبستيك تفوت بالاجواء. سو رح احط ريد ليبستيك واجي. سو هيدا هو ريد ليبستيك. ماني معودة على حالي اكون حاطة ريد ليبستيك سو ما بعرف قد بالبالي بس anyway اللي حاطته انا من ميبلين اسمه More Obsessed ورقمه 03. وهلا صار وقت نروح Christmas tree shopping. Morning. بس بدي فرجيكم جوزي قديش مهضوم انه عم بيعمل لي توم from scratch كرمال يعمل لي غدا البنانة. عملته بزيت زيتون مش هيك شغلة تكون صحية. وعنا هون خبز جوي جابت لنا اياه من لبنان. وباسم امبارح حاشية عمل نقع الطوق صار رح يعمل لي طوق. I'm so excited. Thank you باسم. So professional. باسم جاب منقل مع فحم وانا عملت بطاطا هلا بدي احطهم بالفرن. حطيت عليهم بس ملح garlic powder ورومارين وزيت زيتون. الغداء صار حاضر كتير بشهي. هولي البطاطا وهولي التوم. Thank you باسم. يلا let's eat. Yeah. وقفت صور من بعد الغداء لانه فتنا وعملنا ناب وبعدين انا عملت حرقة من ورا التوم. دايما بعمل حرقة من ورا التوم وما بتعلم. anyway بعدين رحنا مشينا بامبي وهلا شو صار وقت شو؟ It's Christmas time. صار وقت نحط لي Christmas tree. هلا باسم قرر انه انا رح اعمل Christmas tree. انا بنظر بس المهم انه قاعد معي. سو هيدي الشجرة مش هي اللي انا كان بدي اياها بس باسم ما بده اللي فيها ابيض. انا بحب اللي بيكون فيها شوي ابيض. ما بحب انا هيدي هيك تلج. انا بحب وطولها بس متر ونص اقصر مني. Are you ready for your first Christmas? شجرتنا كتير مبينة فقيرة. لا منيحة صراحة لأنه حسيت أنا رح تكون فقيرة. جبت من هون كمان حطهم جوات الشجرة تيعرفوا ما كان في بلا أشياء. هلأ صار شغل باسم لأنه هو قال إنه هو بحط الأدوية. ornaments بس جبنا a star. baby you wanna put this star بحملها. yes ما في أدوية أنا بس يلا let me know إذا بروح بجيب set تاني أدوية وبعمل برمة تاني أو هيك حلو. أنا ملاقيها هيك حلو. خليني طفي ال إيه طفي كل شيء. لا إيه it's enough. حلو ليه بدك تزيد بعد أدوية it's perfect. it's perfect. bye. أوكي قبل صغيرة بس طفيت الكاميرا زدت هيدا على الارض. هيدا نستعمله يجلي للكوي بس انه زدناه هلا سو عارفه رح نحط الكوي بس هيك صار حسيت انه احلى. What do you think? Yay, I love it. So guys هيدا كان كل شيء لهيدا الفلوج. انا كثير محمسه لشهر ديسمبر so stay tuned لانه محضره كثير فيديوز. واذا حبيتوا هيدا الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وبشوفكم next week وكمان قولوا لي اذا بجيب بعد ادويه للشجره. اوكي okay. باي. Bambi, you wanna say bye? Bye!